نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في مطروح تم تنفيذ القرعة العلنية للمستحقين للوحدات السكنية بالقرية البدوية تعمير واحد بمدينة سيدي براني. أما في اسكندرية فقد تم رصف 5 شوارع كبرى بمنطقة حي الجمرك. كمان في المنيا تم توريد 22272 طن من محصول القمح بالشوان والصوامع. وفي شمال سيناء تم طرح 3 مشروعات تنموية كبرى بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في مطروح تم تنفيذ القرعة العلنية للمستحقين للوحدات السكنية بالقرية البدوية تعمير واحد بمنطقة أبو ميلاد الجديدة بمدينة سيدي براني. وتمت القرعة العلنية بين المستحقين من أهالي براني بعدد 112 أسرة على عدد الوحدات السكنية بالقرية الجديدة بعدد 24 وحدة. في الإسكندرية شهدت المحافظة الانتهاء من رفع كفاءة ورصف 5 شوارع بنطاق حي الجمرك، هي شارع العدوي باب واحد، وشارع سانت كاترين المنشية الصغيرة، وشارع إسحاق نديم، وشارع الأهرام المنشية بمحيط التمثال بتكلفة نحو 800,000 جنيه. ومن المقرر أيضاً رصف شارع إسماعيل صبري ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي. في المنيا أعلنت المحافظة إن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 22272 طن و528 كيلوغرام بالشوان الحكومية والصوامع منذ بدء موسم توريد وحصال المحصول، وده من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة. في قنا أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه الشرب بمدينة نجع حمادي وقرية الدرب اليوم الجمعة لمدة 12 ساعة متواصلة بسبب إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية في المدينة، وهيتم قطع المياه عن مدينة نجع حمادي وقرية الدرب من 5 مساء حتى 5 فجر يوم السبت. في البحيرة قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة حوش عيسى بتنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة السنوسي بمساحة 8500 متر بتكلفة إجمالية قدرها 2,400,000 جنيه، وده ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.